أكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين تمثل واحة للتعايش السلمي تجسيدا للرؤية الملكية المستنيرة لجلالة الملك المعظم أيده الله في جعل المملكة نموذجا رائدا ومضيئا للتعايش السلمي والحوار بين جميع الثقافات والأديان. نعم، رئيس البرلمان العربي أشاد في كلمته التي ألقاها خلال أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالدور الكبير الذي يقوم به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل ترجمة هذه الرؤية الملكية المستنيرة إلى سياسات وبرامج تلامس الواقع. رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، مملكة البحرين التي تمثل واحة للتعايش السلمي وذلك تجسيدا للرؤية الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظ الله ورعاه، الذي حرص على جعل مملكة البحرين نموذجا رائدا ومضيئا للتعايش السلمي والحوار بين جميع الثقافات والأديان، وكذلك الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء حفظ الله ورعاه من أجل ترجمة مرئيات هذه الرؤية الملكية المستنيرة إلى سياسات وبرامج.